سواء كنت بتشجع الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو أي فريق تاني أو حتى مش منتمي لأي فريق، بمجرد ما تسمع السلام الوطني وتشوف اللعيبة لابسة تيشيرت المنتخب تلقائياً بتتحمس وبتحس إن نفسك تكون مكان اللعيبة وتردد معاهم السلام الوطني. وبما أن منتخبنا الأولمبي هيشارك في طوكيو 2020، حابب أحكي لكم عن تاريخ أبطالنا في البطولة. أول مشاركة لمصر في الأولمبياد كانت في دورة أنتفيرب في بلجيكا سنة 1920. تأهل المنتخب مباشرة بدون المشاركة في أي تصفيات عشان نواجه إيطاليا ونخسر 2-1. في مباراة تحديد المركز الثامن قدرنا نكسب يوغوسلافيا 4-2 ونحصد المركز الثامن في أول مشاركة لينا في الأولمبياد. في النسخة الثانية باريس 1924 صعدنا وتأهلنا بنفس الطريقة من غير تصفيات. واجهنا المجر في الدور الثاني وكسبنا بثلاثية حسين حجازي وإبراهيم يكن، وفي ربع النهائي خسرنا قدام السويد 5-0. ثالث مشاركة كانت في دورة أمستردام 1928. القرعة حددت تركيا كأول منتخب هنواجهه في الدور الأول. مواجهة تركيا في الوقت ده كان ليها أبعاد سياسية. قبل استقلال مصر عن الدولة العثمانية كان الأتراك هم سادة البلاد وأصحاب الطبقة الأرستقراطية، وهنا جات الفرصة عشان يرد أبطال منتخبنا ويثبتوا إننا أصحاب الأرض وأسيادها كمان. منتخبنا حقق فوز تاريخي على تركيا بنتيجة 7-1. مختار التتش سجل هاتريك، محمود حودة سجل جولين، وسجل جميل الزبير وعلي رياض هدف. في ربع النهائي ضد البرتغال استمر التتش في التألق، سجل هدف الافتتاح في أول ربع ساعة وعزز علي رياض بالجول الثاني وكسبت مصر 2-1 عشان تتأهل لنص النهائي لأول مرة في تاريخها. ومن غير فترة راحة كافية كانت المواجهة قدام الأرجنتين اللي كسبت 6-0، وخسر منتخبنا مباراة تحديد المركز الثالث قدام إيطاليا بنتيجة 11-3. رابع مشاركة لمصر في الأولمبياد كانت في برلين 1936، وللأسف خرجنا منها سريعاً بعد هزيمة بثلاثية قدام النمسا في الدور الأول، وبسبب الحرب العالمية الثانية توقفت الأولمبياد دورتين متتاليتين قبل ما ترجع تاني سنة 48 في لندن. لكن برضو المنتخب خرج سريعاً من البطولة بعد ما خسر قدام الدنمارك في الدور الأول. الأداء ما تحسنش كتير في دورة هلسنكي سنة 52، خرجنا برضو من الدور الأول قدام ألمانيا بعد ما خسرنا 3-1. دورة ميلبورن في أستراليا سنة 56 كانت أول مرة تخرج الألعاب الأولمبية من السيطرة الأوروبية، لكن بسبب العدوان الثلاثي انسحبت مصر من المشاركة. في طوكيو سنة 64 رجع منتخب مصر للتألق مرة تانية. المواجهة الأولى انتهت 1-1 ضد البرازيل، وده كان إنجاز تاريخي وقتها إنك تتعادل مع بطل العالم. في الماتش التاني خسرنا من تشيكوسلوفاكيا، لكن عوضنا سريعاً واكتسحنا كوريا الجنوبية 10-1 عشان نتأهل للدور نص النهائي، لكن ألمانيا حرمتنا من الميدالية البرونزية. مصر تأهلت لدورة موسكو سنة 80 بعد ما كسبت مدغشقر وزامبيا في التصفيات، لكنها مع 64 دولة انسحبوا من المشاركة احتجاجاً على الغزو السوفيتي لأفغانستان. رجعنا لدورة لوس أنجلوس سنة 84، والقرعة حطتنا قدام أمريكا وإيطاليا وكوستاريكا. وصلنا لدور الثمانية لكن خرجنا على إيد فرنسا اللي كسبت الميدالية الذهبية في الآخر. مع بداية التسعينات بدأت ثورة في قوانين كرة القدم، ومن ضمنها إن قوام المنتخبات المشاركة في الأولمبياد لازم تقل أعمارهم عن 23 سنة، وبالفعل اتطبق القانون بداية من أولمبياد برشلونة 1992. ظهور شبابنا في دورة برشلونة 92 ما كانش على المستوى المطلوب. خسرنا أول ماتشين قدام قطر وأسبانيا وحققنا فوز شرفي قدام كولومبيا قبل ما نودع البطولة. آخر مشاركة لمصر في الأولمبياد كانت لندن 2012، وبحسب تعديل قوانين فيفا سمح بإشراك 3 لاعبين فوق السن عشان ينضموا للمنتخب. شهدت البطولة ميلاد جيل قوي لمنتخبنا الوطني بمساعدة عنصر الخبرة، واللي قدروا بالتوليفة دي يصعدوا للدور التاني، لكن للأسف ودعنا البطولة بعد الخسارة قدام اليابان بنتيجة 3-0.
بعد 9 سنين اتكون فيهم جيل جديد، قدروا في إنجاز تاريخي حققوا بطولة كأس أفريقيا عشان نتأهل للمرة 13 للأولمبياد. وزي ما احنا منتظرين منهم التألق والأداء المشرف، أكيد هم منتظرين منا الدعم والتشجيع. كلنا ورا منتخب مصر.